السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الله الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. صفحة 225 سورة هود، الجزء الثاني عشر. يلا نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس
بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اللهم عافينا من كل بلاء، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. طبعا هنا ولا أقول، وأنا وقفت عليها طبعا لازم أقول ولا أقول، مفروض هيك بس عشان هيك أنا ما بتعلم الآن، وقفت تعليمي لقراءة ورش، لأنه اللي بتتعلميه لازم تكوني إيش بدي أقول لك، بقرأ أنا في حياتي العادية الورد، يعني أنا بقرأ بالقصر المنفصل، فأنا وأنا بشرح لكم عملت قصر المنفصل، وأنا هذا طبعا غلط، لأني أنا الآن ماشي إيش بتحقيق، كله تحقيق، وبأجيب المدود كاملة، فأروح أعمل هيك طبعا هذا بسبب لأني متعودة أني أقرأ بقصر المنفصل، عشان هيك قراءة ورش وقفتها عبين ما أخلص إن شاء الله تسجيل كل قراءة حفص بإذن الله تعالى وتعليمه، وبعدين إن شاء الله بأدخل على قراءة ورش وأتعلمها عشان ما يصيرش عندي لخبطة. لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح الكلام؟ عشان هيك لما أقول لك أنت بتتعلمي يا أخي من شيخ واحد، إياكي تسمعي لكذا شيخ، لأنه كذا شيخ كل واحد له أسلوبه في التلاوة، واللي بده يتعلم لازم يركز على شيخ واحد، خلص اختاري لك شيخ واحد متقن وضلك اسمعي له ليل ونهار، اقرأي معه اقرأي معه اقرأي معه واسمعي له واسمعي له واسمعي له، هيك بتتعلمي. لكن انك تروحي تشتتي نفسك من قارئ لقارئ لقارئ لقارئ، بصير عندك النغمة بتصير تختلف، فهاي من اساسيات اللي بده يتعلم بسرعة، ركزي على ايش؟ قارئ واحد تسمعي له وتقرأي معه، تسمعي له وتقرأي معه، واضح؟ طول ما انت من الناس اللي بتتعلم، بعد ما تكوني متقنة خلاص اسمعي لأي حدا بدك تسمعي له، هذيك الساعة حيصير عندك حاسة انه والله هنا هذا القارئ لا ما اتقن بكذا ما أتقن بكذا، لأنه في قراء للأسف وناشرينهم وبيجيبوهم في إذاعات القرآن في عندهم أخطاء، فبيصير عندك هاي الحاسة إنك تعرف الصح والغلط، فرجاء رجاء يعني انتبهوا لها الشغلة هاي، تمام؟ يلا يا قوم لا أسألكم عليه مالا، عادي إن أجري إلا على الله، برضو عادي، المهم أجر أجرية، المهم الجيم على وضع الساكن القلقلة، وما أنا بطارد الذين، ما تقوليش بطارد الذين غلط، هنا حتمططي الدال وهذا الخطأ، أنا بطارد لا بطارد لا، واضح؟ ما فيش فيها دي جبت الياء، جبت الياء هذا ليس تحقيق الكسرة، هذا تمطيط الكسرة، واضح؟ لأنه أساسا هي في ياء محذوفة، فبتروحي عند تجيبيها وانت مش منتبه. إنهم ملاقوا ربهم، طبعا فخمي ورققي على حسب، ما فيش تجهلون على وضع الساكن، عندك الغنة الأولى النون مع الياء مرققة، النون مع الصاد مفخمة، ماشي؟ أيوه. فهنا من ينصو من ينصر ينصرني، هنا هاي الياء موجودة فتقولي ني، لكن بطاري ديل ديل لا ديل ديل على طول بطاري ديل على طول اطلع على لا، هنا ينصرني من، جيب يا براحتك
جيبيها براحتك. إذا وجدت أمامك جيبيها براحتك، لكن الكسرة لا تمططيها. برضو النون مع الطاء تفخيم، أيوة تفخيم في الغنة. طيب طارد هي دال هنا، بعدين تاء، الدال من جنس التاء، أدغمت بالتاء فصارت طاردت، طاردت. إن طاردت، واضح؟ لا إله إلا الله، ما فيش فيها لمن الله، لمنا نا. النون إلى الآخر لفتحتها، لما تقرأ الفتحة كاملة كلها حتطلع معك مرققة. لمنا الله، اوعي تقولي لمنا نظا نظا، هذا حتوقعي فيها إن ما انتبهتي. ميناء برضو منصا، النون كلياتها مع فتحتها كلها ايش؟ مرققة، والصاد هي المفخمة. نو نصحي، نو نصحي. أنصى، أنصى، أنصح، أنصح لكم. فالنون مع الصاد غنة ايش؟ مفخمة. وصنعي، وصنعي، الصاد ساكنة حتجيبيها على وضع الساكن. ووصنعي، وطبعا في عندي مراتب التفخيم، في عندي مراتب التفخيم معروفة، التفخيم عالي والتفخيم واطي وفي وسط وهكذا. فأنت هنا من التفخيم اللي وسط، وصنعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخا، من هنا المرتبة التفخيم العالية، الألف بعديها حرف التفخيم بعديه ألف، هذا من المراتب العليا أعلى شيء. تخاطي، تخاطبني، الطا هنا كسرة مرتبة دنيا، ولكن لأنه فيها إطباق بتطلع مفخمة قوي. تخاطي، تخاطي، ما تقول طي طي، لا مش من طرف لساني، من هنا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ايوه الظا بس اللي بفخمها، مغرقون، تمام. يعني للتذكير عندي أعلى مراتب التفخيم اللي هو حرف التفخيم مع الألف، وبعدين بيجيني مرتبة الثانية اللي هي طبعا مفتوحة مع الألف، الألف ما بيجي إلا قبلها فتحة، بعدين بيجيني المرتبة الثانية اللي هي مفتوحة بس را، تمام. بعدين بيجي بعديها المضموم قو، هذه المرتبة الثالثة. بعديها بيجي المرتبة الرابعة اللي هي مو، اللي هي الغين الساكنة، أو قبل هيك الصاد هنا الساكنة، يعني الحرف الساكن، تمام. بعدين المرتبة الأخيرة والخامسة وأضعفها اللي هي إيش؟ المرتبة المكسورة. بعدين بس عند الكسر ننتبه انه الحروف المفخمة المطبقة بيكون تفخيمها قوي عن تفخيم المكسورة الغين والقاف والخاء، هذول فيهم تفخيم نسبي، بس الصاد والضاد والطاء والضاء حتى لو مكسورين بيكون تفخيمهم قوي. ليش؟ لوجود الاطباق معاها، واضح؟ هذه بالسرعة هيك مراتب التفخيم. فعشان هيك حتسمعي وصنعي، هذه مرتبة رابعة، مغرى مرتبة رابعة الغين، توخى مرتبة أولى،
قي مرتبة أخيرة، وهكذا قو مرتبة ثالثة. تمام؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.